على بركة الله أبرز العناوين. صاحب كشوف العذرية، مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها. السعيد يكتسح الانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة تقارب 77%. لماذا زار سامح شكري الأراضي المحتلة لمقابلة نتنياهو في 2016؟ معانا ايضا في الحلقه النهارده قصه حصريه لعربي بوست، حقيقه افصحت عنها النهارده وعن كل تفاصيلها لملحمه فساد لمصطفى اخو محمود ولاد السيسي. قصه انفردت بها عربي بوست اليوم، سنتناولها ايضا في حلقه اليوم. ادعو جميع متابعينا اللي بيشوفونا الان في كل انحاء العالم بالتغريد على هاشتاج السيسي عرى مصر. هاشتاج السيسي عرى مصر اللي موجود في اعلى الشاشه، الهاشتاج ده لازم يتاخد عشان الشده اللي موجوده فيه. السيسي عرى مصر، وبدعوكم جميعا في هذا اليوم. المفارقه مدهشه اللي العميل الصهيوني بيدعي ان مصر عرت ظهرها وكتفها لحرق صور هذا العميل الصهيوني، اضعف الايمان احرق ورقه فيها اسمه. هذا اليوم سبحان ربك، تونس الثورة تحتفل والعميل الصهيوني يعلن انه فشل في كل شيء. وقال ايه؟ مصر عرت ظهرها وكتفها. اكتبوا في الهاشتاج واحرقوا صوره وتابعونا في حلقة استثنائية. الصورة الأولى اللي معانا النهاردة للطفل الوحيد اللي نجا من العيلة اللي ضربها طيران الجيش المصري بالخطأ أمس. ده الطفل الوحيد اللي نجا من هذه الأسرة المنكوبة. ربنا يتغمدهم برحمته ويهيئ له من أمره رشدة، ويهيئ له اللي ياخد بإيده ويعتني به. الوحيد اللي نجا من الأسرة المنكوبة بالأمس في سيناء هو الطفل ده. لحد اللحظة أكتر من 24 ساعة عدت، لا المتحدث العسكري اعتذر ولا حد من الجيش أبدى ندمه وأسف، ولله الأمر. بل العميل الصهيوني النهاردة بيقول لك نجحنا في أمن سيناء. جثامين حادث التفاح، عطية حميد، محمد سلمان، صلحة سلمان، محمد سالم، محمد عطية حميد سلمان، نجوى عطية حميد سلمان، نجلاء عطية حميد سلمان، عبد الله عطية حميد سلمان، إسراء عطية حميد سلمان، سعيد عطية حميد سلمان، شريف عطية حميد سلمان. ألف رحمة ونور على كل شهداء عيلة حميد سلمان. ربنا يرحمهم ويتقبلهم شهداء ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، ويرحم من بقي. هذا الطفل الوحيد من عيلة حميد سلمان، الله يرحمهم ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى. تحيا مصر. العميل الصهيوني بيقول لك مصر عرت ظهرها وكتفها، خسئة أينما حل. مصر اللي قدمت آلاف مؤلفة من الشهداء في الحرب والثورة عشان تبقى حرة، لا تستحق أن تهان هذه المهانة. لعنة الله على الخائنين. لما البلد كشفت ظهرها،
البلد كشفت ظهرها، وانا اسف، وعرت كتفها وعرت كتفها وعرت كتفها. فاي حاجه تتعمل بقى. انتوا بعتوا الارض بفسق بناس في ميدان الدنيا، فكيتوا البس بانت وش وصدر بطن وظهر، ماتت والريحه سبقت طلعت انفاس. واحنا اولاد الكلب الشعب، احنا بتوع الاجمل وطريق الصعب والضرب ببوز الجزمه وبسن. ارحل بقى يا سيسي، ارحمنا، خرجنا اهو، خرجنا اهو. السيسي عرى مصر، ده الهاشتاج اللي بدأ قبل هذه الحلقة، وبدأ حضراتكم جميعا تكرما بالمشاركة فيه، وهنتابع تلك المشاركات إلى الحلقة. بدعوكم في هذا اليوم الذي شهد هرتلة غير مسبوقة وانحطاط غير مسبوق من العميل الصهيوني، والذي يكابر رغم لعنة الدم التي تحيط برقبة البلاد، لعنة الدم ولعنة المية المهدرة والأرض المفرط في عرضها، رغم كل تلك اللعنات يكابر وبيرمي العيب على ثورة يناير. بدعوكم لحرق صور السيسي في كل مكان، في كل مكان. اللي مش قادر يحرق الصورة يكتب ورقة عليها اسمه ويحرقه. أقل حاجة نقدر نعملها في هذا اليوم اللي تونس العزيزة والغالية بتحتفل بقيس سعيد رئيسا لتونس في هذا المشهد الاستثنائي. هنستقبل كل فيديوهاتكم لحرق صور العميل الصهيوني النجس الذي يحكم هذه البلاد. النهاردة انفرادات جديدة من داخل تلفزيونات جيش الاحتلال ذات نفسها، كل يوم بتتكشف خيانة سد النهضة تحديدا رويدا. النهاردة مشهد مهم في تونس، العميل الصهيوني بيقول كده في مشهد في تونس، اكتساح المرشح الرئاسي قيس سعيد اللي أصبح الرئيس الجمهوري الثالث للجمهورية التونسية بعد الثورة. الرئيس اللي اكتسح النهاردة الانتخابات أمام نبيل القروي وفاز بنسبة مذهلة اقتربت من 77% حسب النتائج شبه النهائية. قيس سعيد يكتسح والشعب التونسي الرائع في فرحة ما بعديها فرحة. والمواطنات، شكرا للذي انتخبني، وشكرا للذي لم ينتخبني، شكرا لأحرار تونس ولحرائرها من أعماق الأعماق، شكرا لكم أنكم يا شعب تونس العظيم في كل مكان، هنا في هذه الأرض العزيزة وفي الخارج. شكرا للشباب وللشيوخ وحتى للأطفال الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ. شكرا لهم على تشوفهم للحرية. أنكم يا شعب تونس العظيم اليوم أعطيتم درسا للعالم كله. صدق قيس سعيد اللي عليه حمل تنوء بحمله الجبال، ربنا يكون معاه فيه. اليوم الشعب التونسي ادى الدرس. في نفس التوقيت وللمفارقة الأليمة، العميل الصهيوني
بيدي درس كاذب وحقير، فمصر بإذن الله محفوظة من ربيه، لن تتعرى لا بالأمس ولا باليوم ولا غدا بهذا الشعب الحر يقدم آلاف الشهداء. ده احنا بنحتفل بنصر أكتوبر، بلد ايه بتتعرى بتقدم شهداء سنة ورا سنة جيل ورا جيل. مصر الثورة اللي دفعت عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من المعتقلين والأسرى والمهجرين لن تتعرى أبدا. الشعب التونسي يحتفل الآن بفوز قيس سعيد، ليهم ألف تحية، صح عليكم، ألف مبروك لتونس شعبا وأرضا. قيس سعيد ينتظر حمل تنوء به الجبال، لما لا؟ ليس داخليا فقط، بل إن تصريحاته باعتبار الصهاينة أعداء، هذه التصريحات الواضحة والتي ليس فيها مواربة ستجمع على حربه قوى الشر العربية العفنة والتي تتحكم في مصائر العباد إلى حين. آخر تصريحاته القوية كانت في المناظرة بينه وبين نبيل القروي، واللي تحدث فيها بشكل واضح رفضه الكامل للتطبيع مع الكيان الصهيوني بكل الأشكال. قيس سعيد الوفي لفلسطين الحرة رئيساً لتونس. التطبيع مع من؟ هي كلمة التطبيع خاطئة، يعني مع الكيان الصهيوني. لا لا، التطبيع خاطئة، هي خيانة عظمى. من يتعامل مع كيان شرد شعبا كامل لمدة أكثر من قرن لا يتعامل معه خائن واجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. وكلمة التطبيع هذه تجريم التطبيع لا لا مش تطبيع، هذه كلمة التطبيع خاطئة أصلا. التطبيع، الوضع الطبيعي أننا في حالة حرب مع كيان محتل، كيان غاصب. متى ظهرت في شكل كلمة التطبيع؟ ظهرت في سنة 77 بعد زيارة القدس. ماذا اقترح قانوناً؟ قانوناً هي خيانة عظمى ويحاكم بتهمة الخيانة العظمى. واضح. خمسة ثواني مازالوا تقريباً. مرة أخرى في هذه الثواني المتبقية خيانة عظمى. إسرائيليين مش يزوروا معبد الغريبة في جربة. نعم. وقاعدين يزوروا في معبد الغريبة في جربة، شو مش تعمل معهم الناس هذوكم؟ نحن نتعامل مع اليهود كأننا نحفظ اليهود، ولكن لن نتعامل مع باسبورات إسرائيلية. لا لا، بجوازات سفر إسرائيلية لا أبدا. بل نتعامل مع اليهود، حميناهم أثناء الحرب العالمية الثانية. يعني إسرائيلي يدخل باسبور غير الباسبور الإسرائيلي بيسالش؟ لا أبدا. من القضية هي قضية شعب محتل ما زال مشردا في المنافي وتحت الخيام، ولا يمكن أن نتعامل مع عدو. قيس سعيد
لم يكن أحد يتوقع من شهور قليلة أن يبرز رجل ليس له أي انتماء حزبي لا ليمين ولا ليسار ولا لمنتصف ويترأس تونس الثورة. يحتاج المعونة والدعاء منا جميعا ليستطيع أن يعبر بمركب تونس لبر الأمان، فالحمل ثقيل وربنا هو وحده القادر أن يعين قيس سعيد عليه. قيس سعيد يفوز باكتساح. هنتابع طيلة الحلقة لحظة بلحظة احتفالات الشعب التونسي والنتائج النهائية. مبروك لتونس، مبروك برشا، مبروك لقيس سعيد. لكن للأسف لازم نروح لمصر اللي السيسي عرى مصر. قبل بس نلقي نظرة سريعة على الهاشتاج المشاركات بعد حضراتكم في